بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة الماضية حكينا عن مبرهنة التقسيم المتساوي للطاقة، وأنه كل حد تربيعي في الزخم أو الموضع، كل حد تربيعي في طاقة الأنظمة بيساهم في متوسط الطاقة بمقدار نص كيتية. الآن إذا كان عندي جزيء الغاز بيمتلك عدد F من درجات الحرية، كل حد تربيعي بيسمي درجة حرية. فإذا كان عندي جزيء غاز وإله عدد F من درجات الحرية، معناته متوسط الطاقة للجزيء F على 2 في كيتي، نص كيتي في F، يعني F على 2 كيتي. إذا كان عندي 1 مول من هذا الغاز، قديش طاقته بتكون؟ إن A في إبسلون أفرج اللي هي F على 2 كيتي، إذا A تساوي إن A في F نص كيتي. السعة الحرارية لواحد مول بارشل E بارشل T، إذا نص إن A كي F، والان اي عدد افوكادرو في ثابت بولتزمان عباره عن ار، اذا هاي تساوي نص ار اف. اذا 1 مول من الغاز اللي له اف درجه حريه سعه الحراريه له نص ار اف. اذا كان اول شيء اذا كانت جزيئات الغاز احاديه الذره مون اتوميك، يعني احاديه الذره، يعني جزيء يتالف من ذره واحده، فمعه فقط 3 درجات حريه. ليش؟ انه هذا الجزيء احادي الذره في معاه بيقدر ينتقل باتجاه X أو Y أو Z، فقط في معاه طاقة حركية انتقالية، معاه طاقة حركية انتقالية اللي يعني BX تربيع 2M و BY تربيع 2M و BZ تربيع 2M، إذن 3 درجات حرية، إذن F تساوي 3، بالتالي CB تساوي 3 على 2R، 3 على 2R، السعة الحرارية لواحد مول من الغاز أحادي الذرات. الآن إذا كان عندي جزيء ثنائي الذرات، جزيء مثل جزيء الأكسجين O2، هذا جزيء ثنائي الذرات، نفرض أنه الذرتين على محور Z، محور الجزيء يعني هو محور Z، فهذا الجزيء ممكن يدور حول محور X أو محور Y، يدور حول محور X بسرعة زاوية أوميجا X، أو حول محور Y بسرعة زاوية أوميجا واي. إذا في عندي طاقة حركية دورانية لهذا الجزء تساوي نص أي إكس أوميجا إكس تربيع زائد نص أي واي أوميجا واي تربيع، حيث أي إكس هي عزم القصور حول محور إكس، عزم قصور الجزء حول محور إكس، والأوميجا إكس السرعة الزاوية حول محور إكس، والأي واي والأوميجا واي نفس الإشي. إذا كم درجة حرية مع الجزء أثناء الذرات؟ 5، درجتين حرية انتقالية وثلاث دورانية، عفوا 3 انتقالية، هي دائما 3 درجات حرية انتقالية موجودة مع كل الجزيئات. إذا عدد درجات حرية 5، 5 سدود تربيعي، هذا حد تربيعي أيضا، هذا الحد متوسط نص كيتي، وهذا الحد أيضا الأبرج تاعه نص كيتي. إذا السعة الحرارية شو بتصير؟ 5 على 2 آر. إذا كان الجزيء ثلاثي الذرات، مثل إيش جزيء ثلاثي الذرات؟ مثل جزيء الماء H2O ثلاث ذرات، فالF تساوي 6. الآن في الجزيء هذا طبعاً إذا ثلاث ذرات أو أكثر، يعني جزيء ثلاث ذرات أو أكثر من ثلاث ذرات، فالF بتكون 6، من بينها 3 درجات حرية دورانية، فالجزيء ممكن دور الآن حول محور X أو Y أو زد، بالتالي السعة الحرارية تكون 3R، 3R. الآن هاي السعة الحرارية اللي هي بثبوت الحجم أو الحرارة النوعية، السعة الحرارية النوعية، هاي السعة الحرارية النوعية بثبوت الحجم، هاي السعة الحرارية النوعية بثبوت الضغط، الفرق بينهم يساوي R، الفرق بينهم يساوي R. إذا CP تساوي CV زائد R، CV اللي هي نص RF زائد R، فبتصير R في 1 زائد نص F. والنسبة بينهم نسميها جاما، سي بي على سي بي نسميها جاما، اقسم سي بي اللي سي بي اللي هاي على جاما اللي نص على سي بي اللي نص ار اف، تطلع
تطلع جاما شو 1 زائد 2 على اف، 1 زائد 2 على اف. بالتالي إذا كان الجزيء مون أتوميك الإف 3، 1 زائد 2 على 3 يطلع 5 على 3 الجاما، داي أتوميك الإف 5، 1 زائد 2 على 5 يطلع 5، تراي أتوميك الإف 6، 1 زائد 2 على 6 يعني زائد 3 4 على 3. فتناسب عكسي، كل ما زادت درجة الحرية بتقل الجاما، بتقل الجاما. ولجزيئات أعقد من هيك ممكن تكون إف أكبر من 6، إذا كانت إف أكبر من 6 جاما راح تكون أقل من 4 3، ممكن تصل لغاية 1 1 بالعشرة. هذا واجب على تشابتر 3 اللي خلصناه. نقرأ الأسئلة. Calculate the mean values of Vx and Vx تربيع. هون المتوسط الافرج للابسولوت فاليو البي اكس، لو حسبت الافرج للبي اكس لحالها بتطلع صفر، احسب ايضا الافرج للبي اكس لحالها بتطلع صفر، لانه حدود التكامل راح تكون من سالب ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه. فاذا كانت الداله داخل التكامل الفرديه بتطلع صفر، بتطلع صفر. فالبي اكس افرج لحالها صفر، لكن هاي بدنا الافرج للابسولوت فاليو للبي اكس والافرج للبي اكس تربيع ايضا. فطبعا بدك تستخدم هون اللي هي الفانكشن اللي هي اف اكس اوف في اوف في اكس، الفانكشن اللي بنستخدمها للتكامل اف اكس اوف في اكس. فاند افرج سبيد اوف اوكسجين مولكيولز ات تي ايكوالز 1000 كلفن. احنا حسبنا البي افرج عباره عن 8 كي بي تي على باي ام تحت الجذر، فبدك تعوض، تعوض هون طاقة الحرارة درجة الحرارة 1000، وبدك تعوض كتلة جزيء الأكسجين، كتلة جزيء الأكسجين، فبتطلع متوسط السرعة بالمتر لكل ثانية. Find the average value هو 1 على V، بدنا الأفرج للواحد على V. كيف وجدنا بالتكست الأفرج للV وللV تربيع؟ نوجد الأفرج للواحد على V. Find the ratio of speeds of the two isotopes of chlorine اللي هم نظائر الكلور 35-37 as they diffuse through air which isotope moves faster. بدنا نسبة سرعة الكلور 35 على سرعة الكلور 37، البي أفرج للكلور 35 على البي أفرج للكلور 37. Find the fractional number molecules having speeds between Vm and 1:1 بالمية Vm. Vm اللي هي حسبناها جذر 2 kBT على m. فكيف نوجد هذا هاي النسبة المطلوبة؟ نستخدم التوزيع اللي هو f of v dv. مكان ال v بنحط Vm اللي 2 kT على m تحت الجذر، ومكان dv بنحط 1%، لأنه v زائد dv تساوي 1:1%. إذن dv 1% Vm. A gas is at 0 degree. طبعا هاي 0 سلسياس درجة مئوية، فبدنا نحولها أول شيء لإيش؟ لا كلفن، لا كلفن. فالصفر شو بتقابل 273 و 15% كلفن. What temperature must it be heated to double the RMS speed of its molecules. ال RMS ال VRMS وجدناها لـ 3 كيت على M تحت الجذر، فلأي درجة حرارة لازم نسخن هذا الغاز بحيث إنه ال VRMS للجزيئات تصير تضاعف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.